وعدكم الشيف فيصل انه يعطيكم مزيد من التفاصيل اليوم عن الاطباق يلي عم بيحضرها، ان كان الفيك بنانا اوت كيك او حتى ما هيك اوت كيك مظبوط، او حتى الكب كيك، كلها هيدي رح ننتقل لعنده حتى نشوف وين صار. مشاهدينا، لكن كنا حطينا 340 ملي من الحليب وقلنا فينا نحط مي اللي عنده مشاكل مع الحليب. طبعا حطينا من قرفة، جرام من القرفة، رشة ملح حطينا معهم. من بعد ما اغلوا حطينا 120 جرام من الشوفان، سخناهم. من بعد ما انطبخوا اخذوا بعضهم مظبوط مثل ما شايفين قدامكم. بعدني حاطط القرفة، عود القرفة معهم بيعطيهم النكهة. بنسخنهم شوي. طبعا نحن عم نكمل الوصفة، عم نكملكم الوصفة كرمال ما يروح عليكم شيء. اما هي من بعد ما يسخنوا نوضع المابل سيروب او العسل، تقريبا شيء 60 جرام، ملعقتين، وفيكم تحلوا اكيد على ذوقكم. حطينا هون، سخنوا عندي، صاروا موجودين جاهزين. كتير طيبة هيدي الأكلة سخنة. بنتقل عندي تقريبا شي 120 جرام من الموز، راح نقطعهم رونديل أو فينا نزين فيهم على الوجه، وفيها تكون طبعا معهم. ولكن قبل ما أقطع الموز عندي تقريبا 60 جرام من الجوز، 60 من التين. الجوز بهالشكل راح نفرمهم. فينا نتركهم حب. اوكي، هيدا الجوز. عندي موز، قصهم رونديل، كمان صاروا موجودين عندي. وعندي من التين كمان راح اكيد يتقلبوا معهم. طبعا راح بهيدا الشكل هون. التين راح نقصهم اربع مثل ما شايفين هون. هيدا كمان حبة او ثلاث حبات من التين حسب وزنهم مثل ما شايفين. هيدا التين بنقص لهم بعد تينة، بنخلي الشيء نزين فيه على وجه الطبق. هاي نص حبة التين. هلا راح اعمله، راح خلي كم حبة نحطه على الوجه، راح اضع الموز معهم وفيه زيد الكمية مثل ما شايفين هون. راح اقلبهم مع بعضهم، ما بنقلبهم كتير. عندي كمان من الجوز وضعهم معهم، كمان بقلب. وطبعا القرفة ما بقى إلها عايزة، راح أضعها على جنب. لكن بيكون طبقنا جاهز للسكب. نسكب الطبق وبنرجع نزين مثل ما نستذوق. فيكم اذا بدكم ما بتحبوها تكون كثيفة لهالدرجة، فيكم طبعا تزيدوا لها حليب او مي. حطينا لها من التين مثل ما شايفين، موز كمان هون، وعندي حط قلبين من الجوز، وفينا نرجع نعطيها على وجهها عسل او مابل سيروب. ومنقلكم صحتين وعافيه، ومنروح لعند غادة.
ايه رح نرجع لعندك، بس ما تفكر انه بعد في وصفات طبعا. ايه اكيد رح نرجع لعندك وناخذ كل شيء بعد موجود على الطاوله كيف بدنا نطبقه، انما هلا بيسرنا نستضيف باستوديو عالم الصباح الاستاذ بسام سلامه صاحب مشروع كيدز فيستيفال، هالمشروع يلي عم بيجول بالمناطق اللبنانيه صار لكم عده سنوات ويلي عم بيعطي هالبسمه بكل هالمناطق، تنقول انه دائما النشاطات وخصوصا الموجهه للاطفال يمكن هي منبع للسعاده. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. خلينا نرجع شوي لكيدز فيستيفال، كيف كانت الفكره حتى تبلشوا فيه وتقولوا بعدين انه رح بيصير فيه هالتنقل بين المناطق اللبنانيه؟ صراحه بلشت الفكره، بلشت عندي وقت اللي كانوا اولاد صغار وكنت اطلع انه بلبنان ما في مطرح نقدر ناخذ الاولاد عليهم، يعني اكثر شيء اذا بدنا ناخذهم للاولاد ونرتاح نحن شوي وينبسطوا بدنا نروح على مطعم عنده شيء العاب وهيك شويه العاب يلعبوا فيها. من هون روادتني الفكره انه لازم يكون في مثل باركات للاولاد او منتزهات للاولاد، وهيدي شغله مش يعني امكانيات دوله يعني عاده تعملها. بقى فكرت انا انه بطريقه السيرك القديم النقال اللي كان يتنقل بالمناطق ويعمل مهرجانات بس على اصغر اكيد، جبنا العاب فيهم سيكوريتي، يعني انه العاب نفخ بيقولوا لهم ومع ترامبولينات وهالقضايا، وبلشنا مشروعنا من 2008. صرنا عملنا جهزنا اكيب وصرنا ننزل بمناطق تعتبر مثل عواصم الأقضية، يعني من نقي تنقول قضاء من نقي أي منطقة اللي هي أكثر شيء سياحية أو عاصمة القضاء، بالتعاون مع البلدية أو مع الجمعيات اللي بالمنطقة أو خاص لإلنا. مريت نحن بنلاقي أنه هاي منطقة ممكن أنه يمشي فيها المشروع، بناخد أرض على فترة محددة صغيرة وبنعمل فيها مشروع، يا ملعب يا ارض يا شيء، انه احيانا بنستأشر. وبلشنا من 2008 برمنا كل المناطق اللبنانيه من طرابلس امتدادا لصيدا مرورا بكل المناطق اللبنانيه، وصاروا يعرفونا الاولاد. سميناه كيدز فيستيفال، كيدز فيستيفال لبنان او لبنان، وماشيين فيه. عظيم جدا. اذا هالمشروع هلا حاليا خلينا نحكي بالمنطقه اللي انتم موجودين فيها، موجودين ببرمنانا. نعم، بلشتوا من 5 هي شهر ايلول، وكمان بعد في وقت لاخر الاسبوع الباقيين ل 15 شهر. نحن ببرمنانا من 5 ل 15 شهر، يعني بعد عنا اليوم وبكره وبعد بكره جمعه وسبت واحد بالملعب البلدي ببرمينا، بملعب البلدية، هو يعني نحن بنقول له ملعب البلدي معروف وين، يعني بنص برمينا. بقى عنا هلا نحن ما كفيت لك عن مشروعنا، يعني عنا ببرمينا مثل كل المناطق اللي فيها عنا العاب من جميع انواع الالعاب، وعنا شو يومية بيصير، يعني يا اما انيماسيون شخصيات او سيرك شو او ماجيك شو، يعني العاب سحر، عروضات من هالنوع. وهول العروضات مثل ما لاحظتي على الشاشه هلا عم يمرقوا، يعني هول العروضات بيصيروا بين الاولاد هن وعم يلعبوا الاولاد، يعني الفكره هي انه الولد يفوت يكون فيها الالعاب وبنفس الوقت يقدر يتفاعل مع الشخصيات ومع الموجودين، يعني بهال نعم. هيدي الباند الموزيكال، يعني هو فرقه موسيقيه بيبرموا بصيروا يلعبوا مع الاولاد، يعني طيب هيك مشروع مثل ما ذكرت بده تمويل، يعني واحد يقدر يتابع على الارض. انتم بخلال هالخمس سنوات قدرتوا تكبروا، قدرتوا تزيدوا، كيف عم بيصير موضوع التمويل بهالاطار هيدا؟ الصراحه نحن يعني نحن اليوم بدنا انه الاولاد يتسلوا، بس ما بدنا اياهم كمان الاهل يحطوا كل المعاش حتى الاولاد يتسلوا. طبيعي. بدنا نلاقي دائما هالفورميل يلي بتمشي بين الاثنين. نعم، نحن مشروعنا مبدئيا كان مفروض بلبنان، يعني بطيء كتير بالنسبة لقضية انتاجه، يعني رح احكيك شوي عن الانتاج تبعه. نحن عنا 2 بارتي للانتاج، عنا اول نقطة اللي هي سبونسرز، وهلأ مفقودة صار لها سنة الامور، يعني ما في سبونسرز.
وعندنا التمويل الذاتي تبعنا، يعني نحن كل شيء عروض بتصير هيدي ما بناخذ حقها، عم تصير بيناتهم، بس نحن بنسعر انه على الالعاب اللي بده يلعب على لعبه بده يدفع حقها كوين، بده يشتري كوين تبع اللي بده يشتري بوشار، اللي بده يشتري انه هالاشياء اللي حول ال اوكي كاكل وشرب وهيك اللي ما. هي بتدعم المشروع، هودي بارتي بتدعم المشروع بس ما بتطلع الارباح اللي من المفترض يعني هو على قد المشروع يعتبره. نحن بنعتمد اكثر على سبونسرز هن اللي تقدروا تكبروا ويكونوا موجودين، يعني لانه وقت بدنا نقول انه نحن عم نتوجه الى الاطفال وبدنا اياهم بكل المناطق يكونوا عن جد نامن لهم هيك مشاريع، بده يكون فعلا يعني رايحين ومبسوطين الصغار والكبار. نعم اكيد ما يحسوا حالهم انه دفعنا كل شيء تيتسلوا هالاولاد بساعه او بساعتين، كمان هي نقطه كثير مهمه اكيد وما عندنا اياها كثير صحيح بلبنان مثل ما عم بتقول. يعني وقتها بنروح ذكرت بالبداية على مطعم، يعني بس انه بتطلع فاتورة المطعم كبيرة حتى يتسلوا هال مزبوط رايح حتى تاكلي بس عم تفتشي على مطرح عنده ألعاب، بس انه رايح عاملة حسابك انه اخدي معك كمية مصاري، ما بينما عنا بيبقوا كتير مبسوطين الأهل والولاد. يعني نحن المميز عنا انه الولاد بيفوتوا عم يضحكوا وبيفلوا عم يبكوا لأن ما بدوا يفلوا، والولاد والأهل بيبقوا جايين جارين إذا أول مرة جايين بس بيظهروا عم يضحكوا ماشي حالهم. من بعد برمانة يلي هي بتخلص ب 15 أيلول شو عنا؟ عنا بالقلاعات، بالقلاعات ريفون القلاعة بريفون هي بس ليعرفوا انه ريفون القلاعات بكسروان هي مسقبة بالنص يعني بين ريفون والقلاعات. عنا كمان من 16 شهر لاخر الشهر لاخر ايلول فاتحين يومية رح نفتح نحن، بس اكثر شيء بنكثف الشو بالويك اندات لانه مبلشين كثير مدارس بهالفتره هيدي. صحيح بس هلا يعني نقيتوا منطقه جبليه وبعد الناس ما بتنزل، هلا يلي ساكن بالجبل او اللي كان عم بيصيف بينطر لحتى عن جد يتغير الطقس لحتى يرجعوا ينزلوا على بيروت وبيستفيدوا من الطقس الحلو اللي بيكون بعده موجود بالجبال اللبنانيه. نحن من وراء خبرتنا بكل المناطق لقينا انه بايلول اجمل طقس بيكون بهالمناطق الوسطيه يعني مثل قلاعات برمانه، وبعدين كل العالم بيكونوا مصيفين ما بينزلوا بهالشهر حتى لو بلشوا اولادهم بالمدارس بصيروا يوصلوهم على المدرسه ويطلعوهم معهم عشيه على عشان بتبقى بعدها بيروت فاضيه. يعني في بروجي انكم تقدروا تكفوا بالشتويه، يعني ترجعوا بعدين كيف بدك تكبر هالمشروع هيدا؟ تقدر تحط خيام بعدين حتى يضل تقدروا تتنقلوا لان منا هينه بالشتا يمكن مثل الصيف. نعم نحن مشروع الخيام اللي عم تقولي عنه حضرتك بده يعني دراستنا لبعدين اما تكون بمنطقه بيروت منطقه ساحليه، وهيدي شغله فيها كلفيات كثير كبيره يمكن ما نقدم عليها هلا، بس في دراسه لهالموضوع هلا. بالشتويه بلبنان عم نعمل مهرجانات لانه الطقس بلبنان يعني مثل كانه صيف باوروبا انت بتعرفي يعني صحيح منه كثير بس تصحى اذا شتيت بتشتي على يوم او يومين وبس تصحى بتنشف وبتضرب الحراره 27 28 بنقدر نفتح يعني بالشتويه اذا عندنا مهرجانات محدده بس مش على طول. هلا في اقصى شهر ممكن يكون بشهر كانون الثاني، كانون الثاني وشباط هو اقصى شهرين ممكن يسيقبوا عندنا بلبنان يعني هون بالنسبه لهيك بلشوا من هلا يعني بتعملوا مشاريعكم على كل السنه بتشتغلوا مع البلديات من هلا لتقدروا تعرفوا كيف بتكون تتوزعوا بخلال الصيف او بخلال الربيع نحن بيكون فيهم طقس حلو. نحن بنعمل الخطه بس مش الخطه كلها بطلنا هلا قادرين نعمل خطه كثير بعيده لانه في اوضاع عم تحكمنا يعني وهذا اللي صار فينا السنه كمان بقى البلديات في احيانا قبل بجمعتين ثلاثه بنحكيهم مريت قبل بشهر مريت قبل بسنه قبل بست اشهر حسب كل نقطه وكل بلديه وإلى شيء يعني كل بلديه وإلى شيء بس هلا في عنا مثلا حابين كثير شهر الجاي ننزل نعمل فيستيفال ببيروت بمنطقة بيروت خاصة انه بسائب عيد عنا بين 14 وبين 13 و16 بيتحدد لي بقى هيدي الوضع انه انا اذا في حدا اذا في شي مطرح او حدا عنده شي مطرح انا بتمنى انه يتصل فينا تنزل نعمل مهرجان لانه حابين شهر الجاي نعمل ببيروت مهرجان ان شاء الله، لكن بدها تكثيف شويه اتصالات لحتى نقول انه عم نقدم شيء حلو لهالاطفال. يعني
صعبة نحكي مثل ما عم بتقول عن مشاريع مستقبلية، بس بركي يعني كنتوا حابين حتى تطلعوا برات لبنان، توصلوا إلى بلدان عربية، ممكن هالشيء هذا يتأمن أكثر؟ إيه، نحن كنا كان مخططنا إنه نطلع كمان على دول خليجية، خاصة دول خليجية أو دول عربية، بس هلأ ضاربين فريم وعم نراقب هلأ بحال إجينا اتصال أو دعوة ممكن إنه نروح يعني على فترة قصيرة، بس مش عم ترجع الهمة كمان لإلكم. أنا بدي أسأل عن البرنامج اللي بينحط، مين بيشرف عليه؟ مين بيقول إنه هالشخصيات أو هالنمط هيدا من ما بعرف الأغاني أو الموسيقى رح بتكون يعني البرنامج اليومي، مين اللي بيشوف عليه وبيقرره عندكم؟ صراحة أنا بما أني صاحب المشروع عم بشوف على كل شيء تقريبا، وكل شخص عنده اختصاصه. يعني مثلا إذا إجا الساحر بده يعمل عرض بين الأولاد، هلا اكيد بده يكون يعني انا بوجهه تقريبا وبكون موجود بعرضه، لان بيعمل عرض للاولاد وبيلعب الاولاد كلهم. يعني نحن المميز عنا انه العرض بيكون بين الاولاد، واذا في 100 ولد كل واحد بيطلع له شغله صح. والبقيه كمان السيرك شو اللي بيعملوا الانيماسيون تبع السيرك، كمان في اشياء مثلا نحن يعني هن بيحضروا بس نحن بنشرف بنقول لهم هي ايه هي لا. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله هيك ضلهم بهالهمة. دعتوا البسمة للأطفال، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بعالم الصباح. ميرسي. أنا بعد بتمنى أنه ما بعرف إذا بدي أعطي الويب سايت إذا حدا بده. هلأ بيكون بعتقد مرة نحن وكنا عم نحكي، والتليفون إذا حدا بده يتصل فينا هين كتير الرقم 03-333-812. أهلا وسهلا فيك، ميرسي. كمان مرة رح ناخذ بريك ومن بعدها أكيد رح نتابع فقراتنا، خليكم معنا.